في الوقت ذاك انه يصير الحوار والتفاوض مع الناس على غرار مسار في الكمور. نسمعوا فؤاد المبزع. لو كان باشرنا الحوض المنزلي ولقينا الحلول وتعاونوا مع الناس معناها كيما صار توا في الكمور هاونا قداش نشر والفانا مسكره وكل شيء يلزم كي توصل للحمقى للرز يلزم قعدان ويلزم حديث ويلزم كذا. اما هو كان متخوف من انه اذا كان عمل حاجه في الحوض المنزلي باش تجي مشاكل اخرى في الماء باش تجي. حبينا او كرهنا باش تجي كيف صار حوض المنزل بك الحده هذيك مواقع ولا واللي سمعت به الناس شويه شويه. لو كان جات كيف توا حريه الصحافه وتحدثت على الشيء الصايف في الحوض المنزل من فمي فراي سفيان فؤاد المبزع يقول لو كان صار في الحوض المنجمي ما حصل حاليا مع الكامور راو كانت الأمور يمكن تكون أحسن لبن علي ويعتبر هذا التصرف رشيد نوعا ما سياسيا. ما معناها هذا كنتي خاطرك انت عايش الاحداث هذيك اسكو سي لا ميم شوز اسكو التصور نتاع فؤاد المبزع. لا لا ما كانش ممكن واشار لها السي فؤاد أنه وقتها كانت المعلومة ما تخرش وكانوا الناس اللي توصل لهم المعلومة يتعدوا على أصابع اليد مش كاكا راو كانت يسكروا إثنية باش حتى حد ما يمشي القفصة. ولكن هو يتحدث على القرار السياسي أمام أزمة نظام بن علي جهوية محلية حول الثروة. نظام بن علي ما كانش قادر باش يسمع حتى شيء من المواطنين لأنه بالنسبة لهم المواطنين احتب للنظام نتاعو. هو انت جبت على يوسف الشاهد ما عملش اهم مراجعه ونقد ذاتي للناس اللي كانت رجالات النظام رجالات نظام بن علي. هو انه يزم يفهموا الباراديغم المنهجيه العامه نتاع النظام مش عمل غلطه لهنا صغيره وسيتان ديتاي. لا المقاربه العامه للمواضيع ما تنجمش توصلهم انهم يحلوا مشاكل من نوع هذا لانه ديما العصا الغليظه هي الاولى. ذيك الطبيعه لديان نتاعو النظام مسكر على هذيك. وانا بالعكس ما فماش امكانيه للمقارنه بخلاف اللي ماهيش نموذج موضوع الكامور هذاك. هذاك هذاك ما تفكير رايك في الموضوع يعني. لا انا كان نحكيو على الحوض المنجمي وجانفي 2008. انا نقول لك اللي مقلقني باش نكونوا راهينيين توا معنا اولاد توا معنا وبنات توا انه الحوض المنجمي فقد روح 2008 مع الاسف نقول لك لانه الروح اللي رايه واحده وكانوا يعاركوا ضد نظام على حقهم توا كل واحد يضرب على ضربوي. بو علي المباركي ربي يرحمه صار بيني وبينه حديث قلت له سي بو علي علاش مشيتك القفصه ما كانتش بالعوايد كنا نستناو فيها. قال لي شكيب تعرف كل واحد عنده قائمه نتاعه كل واحد جاي يقول لي ها قائمه ومصحينين فيها الانتداب. قال لي تعرف اما النواب في البرلمان يجي في وجه يقول حاجه من بعد يجي نائب اخر وراه يقول له اسمه رد بالك منه وراه ذاك بيه وعليه وعنده الاجنده الخاصه. انا نتمنى على الحوض المنجمي يستعيد روح 2008. باش نكملوا نسمعوا فؤاد المبزع في تصريح اخر. فؤاد المبزع قال انه رئيس الجمهوريه قيس سعيد ما يخاطبش الناس باللغه اللي يفهموها واللي هو بيدو ساعه ساعه فما كلمات ما يفهمهمش من عند الرئيس قيس سعيد. خرجنا في الدستور الاولاني هذاك اكبر دستور واحسن دستور في العالم بينما مش مساله نتاع الشيء اللي خططناه الشيء المامور به كيفاش الحكم بين رئيس الجمهوريه وبين رئيس الحكومه كيفاش بين رئيس الحكومه وبين مجلس نواب الشعب. المشكل هذا يعمل حتى مبادره يقولوا كيفاش تكلم وش دخلوا هذه من خصائص الحكومه. هذا المشكل. هو رجل نزيه معناه قانون جي عنده. انا بالنسبه لي انا عيب واحد هو كونه ما يخطبش الناس باللغة اللي يفهموها اللي معناه يتكلم صحيح وكذا. أتي أنا ساعة ساعة كلمة ولا اثنين ما نفهمهمش عنده عربية معناه صحيحة. أنا إنسان اللي باش يخاطب الناس لا خاطب الناس بما يفهمون. شكيب يلا. لا أنا معاه بسرعة أنت متفق. أنا مع سي فؤاد المبزع ونصحح على اللي قالوا ونبصم بالعشرة وقل لك علاش. لأني أنا سبق عملت مجموعة مطالعات مرة هكا ضرب موضوع في دماغي موضوع اللهجة التونسية فبقيت نقرأ في أكثر من كتابي تبع في موضوع اللهجة التونسية. عركة كبيرة على فكرة صارت بين يسار وبين الإسلامية في وقت كانوا هما بياناتهم باللهجة التونسية قلنا ضربان الهوية العربية الإسلامية وكذا. على فكرة اللي يبحث في تاريخ الصحافة التونسية يلقى علاش صحافة تكتب بالدارجة لأنه كانت صحافة
نخبويه تكتب بالعربيه القحه الفصحه النخبويه بتاع الصالونات ولا يكتبوا بالدارجه باش يوصلوا لعامه وسواد الناس. وعلى فكره ساهمت في انه تضوي لعامه الناس برشا مشاغل وانه تعبي الناس ضد المستعمر وقتها. اللهجه التونسيه اللي تكلم بها بورقيبه اللغه ثالثه اللهجه انا نسميها انا نسميها سامحني اللهجه الفصحى. يفترض يلزم 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 يكون لسان قيس سعيد باللهجه الفصحى راهو يقربوا من الناس ما يبعدوش على الناس. ستار. شوف انا شخصيا نفضل الدارجه في مخاطبه الناس حتى بالمناسبه اول مره نقولها كانت احد الاشياء اللي نقولها للرئيس منصف مرزوقي قبل هو انه يخاطب الناس بالدارجه ديما. لكن في الاخر شنو فهمت في الاخر بعد حتى وضعيه قيس سعيد فما باكج كامل حزمه كامله نتاع الشخص سلو بيرسوناج معناها شخصيه سياسيه مش معناتها هو مش قبل الانتخابات بشويه أنا كنت جيت طبيب نفسي يا رسول الله وحلت في قيس لا جوز ترميل وسنارة قيس لا يتوتر ولا ويضطرب نفسيا لو يخرج من العربية الفصحى يعني العربية الفصحى مريحة نفسيا لي حقرة توا هو اللي النصائح الكوميونيكاسيون بوليتيك نتاع سي فؤاد المبزع يبدو حل بواتا نتاع كوميونيكاسيون بوليتيك يعني ما خارج الموضوع مرة أخرى نرجع للباراديغم باراديغم تاع قيس سعيد اللي ما كانش مخبي على الناخبين هو استطاع التواصل مع الناخبين بالطريقه هذيك ودايور من الحاجات اللي انا نعرف شكون يعمل في خدمه توا على مساله العربيه الفصحى دورها في نجاح قيس سعيد اكسلون هي برشا اللي تيد هذايا انا نحب خلينا من قيس سعيد ومن فؤاد المبزع لانه اللي قالوا سي فؤاد معقول جدا ما شوفش تحكي انا باش نحكي شكيب ما دخلش شيء في الموضوع لا كي تحكي على اللهجه فرحان ولا متغشش سفيان فرحان دقيقه مازالت شكيب دقيقه دقيقه خليك كمل فما اللهجه التونسيه صحيح علاش الصحافه تحت الاستعمار استعملت اللهجه التونسيه مستعملتها تقريبا اكان في الصحافه الهزليه لكن فما صحافة الأخرى ولنا نرجعوا إلى لغة الصحافة رأي لغة الصحافة هي لغة ثالثة هي بين اللغة العلمية واللهجة العامية نلقاو لغة الصحافة أكيد نسميوه السهل الممتنع وذاك علاش نلقاو في الصحافة العديد من الأخطاء اللغوية الشائعة إلى درجة أنه ولات ما عادش أخطاء هذا باش نقربوا اللغة للعباد واضح شكرا لك سفيان ميرسي بوكو شكرا شكيب يعطيك الصحة طارق بعد شوية بعد الأخبار ضيفنا يكون أسامة الخليفي رئيس كتلة حزب قلب تونس خليكم على الأخبار وراجعين